من المعتقدات الخطأ عند بعض أفراد المجتمع أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان ما لها أي فوائد، بالعكس لها فوائد كثيرة جدا، منها دعم وتحسين من أعمال الأعضاء الداخلية والعمل على حيوية الجسم والوقاية من الكثير من الأمراض، وتساعد أيضا الرياضة في شهر رمضان على عملية إنقاص الوزن بشكل كبير وحرق الدهون والتخلص من السوائل والسموم.